عمود ما وراء الخبر لمحمد وداعة من أخيرة الجريدة. أتى ما وراء الخبر بعنوان الحرب القادمة متى؟ هذا هو السؤال الذي استهل به وداعة هذا العمود لنطالع أبرز ما جاء فيه. يجمع خبراء الاستراتيجية في مراكز فض النزاعات والمهتمون بشؤون الحرب والسلام على أن السلام الجزئي الذي لا يخاطب الجذور التاريخية للحروب وأسبابها ومسبباتها يبقى ناقصاً، وعليه فهو يفتقر إلى العدالة في مناطق النزاعات، ولا يعدو كونه هدنة مؤقتة ليلتقط المحاربون أنفسهم استعداداً لحرب جديدة أكثر ضراوة. يزيد وداع، بينما الناس تتجه لتوقيع اتفاق سلام شامل، فمن المفارقة أنه لا حديث يعلو غير حديث بث الكراهية وإشعال فتيل العنصرية من ناشطين على الميديا، والخطير هو ما تتحدث به قيادات معروفة زعمت أنها تعاني التهميش فأقبلت وخططت لتهميش الآخرين وبالقانون هذه المرة. يزيد أيضا إن استخدام تعبير المستوطنين أو الغرباء في بلد يضم الجميع لهو عنصرية جديدة وكراهية جديدة مغلفة بمفاهيم التهميش التي أو الذي تعاني منه كل المناطق السودانية في الولايات كافة، مع أنه لا استثناء لمنطقة معينة ولا عرق سلم من بطش النظام السابق وجبروته. يزيد الكاتب: مستقبل العملية السياسية الجارية محفوف بالمخاطر، وما يليه ربما لا يمكن التنبؤ به لجهة عدم الاستقرار أو الاستقرار الهش في أحسن الأحوال، ما يدر بالانفجار خاصة في ظل التذمر وعدم الرضا من جهات تمثل نظريا أطراف الصراع الحالي. يحذر أيضا وداع لعل خطاب العنصرية والكراهية المتمدد حاليا يمهد لعنصرية مضادة ستقود حتما لاصطفاف جهوي يهدد العملية السياسية، ويفرغ الانتخابات من جوهر إرادة الناخب، ما يجعل الحديث عن دولة مدنية نوعا من الرفاهية. يختتم الكاتب هذا العمود بالقول أو بهذه النصائح: إن أول درس يتعلمه المظلوم ألا يسعى لظلم غيره حتى لو كان ذلك ظلماً معنوياً، وعليه أن يراعي حقوق الآخرين في رحلة البحث عن حقوقه.